قناعتي الشخصية أن الحوار الوطني ولد ميتا وفاشلا، وأفشله وأماته وقبره البارحة السيد رئيس الحكومة بكلمته التي توجه بها إلى أبناء حزبه وليس إلى الشعب التونسي. هو أراد أن يوصل رسالة مشفرة إلى الخلايا النائمة في حركة النهضة. نحن نستطيع أن نقرأ جيدا بين السطور، استنتجنا أن زر الإرهاب قد دوس عليه البارحة من خلال كلمته، وترون الآن تساقط رجالات وخيرة شباب تونس بيد إرهابية آثمة. نحن نقول لهم لن تمروا، لن يستطيع إرهابكم إلا أن يزيدنا صمودا من أجل وطننا. اقتلوا منا كما شئتم 100,000,000,000، لكننا سنبقى تونسيون، سنبقى أحفاد أولئك الذين طردوا فرنسا بأحذيتهم، وأخيرها كانت معركة الجلاء. نحن عروقنا تمتد إلى 3,000 سنة في هذه الأرض، ولن يستطيع جرذان أتوا من الخليج أو من وراء البحار أن يخرجونا من أرض أجدادنا وأبائنا. الحل الآن خرج من يد الرباعي والمعارضة والحكومة، الحل الآن بيد الشعب. أستطيع الآن فقط أن أوجه كلمة إلى الشعب، أخرجوا لتحموا بلادكم وتحموا دياركم ولتحموا مستقبل أبنائكم. تونس الآن تخطت مرحلة الضوء الأصفر ودخلت مرحلة الضوء الأحمر. تونس الآن تنادي أين هم أولادي أحفاد الرجال الفلاقة الذين أخرجوا المستعمر. أحس الآن بأني مستعمرا مرة أخرى. على الشعب التونسي الآن أن يفقه جيدا أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة.